عشية الانتخابات الرئاسية تنتشر في شوارع طهران ملصقات الحملات الانتخابية، وقد أبدى الإيرانيون رأيهم حيال هذا الاستحقاق. يجب على الرئيس الاستماع إلى الناس، عليه أن يفي بوعوده الاقتصادية أو السياسية أو ما يتعلق بالشؤون الدولية. لا يجب فقط تغيير شعارات الموت لأمريكا أو الموت لبريطانيا. على الرئيس التفكير في شيء ملموس، يجب ألا يكون الناس ضحية سياسات خاطئة. ليس لدينا أي علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة أو بريطانيا. إذا فاز قليباف أو جليل في الانتخابات وقرر أحدهم استئناف العلاقات مع هاتين الدولتين، سنقاطعه، لأن هذا ضد كلام قائدنا الأعلى. وتنتخب إيران الجمعة المقبل رئيسها الجديد بعد حملة أحكمت السلطات السيطرة عليها لتضع حداً لعهد محمود أحمد نجاد، الذي تميزت سنواته الثمان بالمواجهة مع الغرب حول الملف النووي والعقوبات التي أغرقت البلاد في الأزمة الاقتصادية.